بس ننتقل لعندنا اختنا ام عبد العزيز، اختنا مريم صالح. طبعا نبدا في التحدي، انت قلتي ان انت منافسه اختنا ام البا مطرف، كل ما شفتيها تصعد انت تقولي تصعد، واختنا ديما قالت نفس الكلام، شافت زميلتها صعدين وانا ليش ما اصعد. نبدا نتعرف اختنا مريم صالح، اسمك وكيف تعرفت على الشركه وكيف تحمستي وكيف جيتي هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وايش استفدتي صحيا ماليا ان شاء الله؟ معكم عبد العزيز، الرتبه اس دي من الامارات. ما شاء الله. اول ما تعرفت على الشركه كلمتني عليها قبل امر بمطرف. ما شاء الله. كتبت لي عليها على الواتساب، قرات اللي كتبت وطنشت، ما رديت عليها. دخلتش جروب ولا على الخاص؟ لا بالعمل استاذتي اصلا. معرفة الشخصية. ما شاء الله. كلمتني يعني كتبت لي كل شيء، تعرفين عند اكسن عندك، انا كلمت قرات وسكت طنشت. بعد اسبوعين كلمتني، شو رايك ما رديتي علي؟ يعني اصلا ليه؟ لان انا عندي تجربه سابقه مع شركه بيع مباشر. ما استفدت، عشان كذا قلت لها الشركات كلهم زي بعض. كلهم زي بعض. فطنشت الموضوع، قلت لها لا. فقالت لي لا، هاي الشركه غير، واعطتني شويه رؤوس اقلام. وانا اهم شيء عندي في التجاره جوده المنتجات. يا سلام. ايوه. فرحت دخلت على جوجل وبحثت كامل شو هي اكس ان، شو منتجات اكس ان. يعني تميت اكثر من اسبوعين وانا ادور في اليوتيوب واتنقل من منتج منتج. شفت فيديوهات لك استاذ جمال، الاستاذ كمال، ما خليت يوتيوب حتى. احيانا وانا نايمه اصحى واطالع مره ثانيه، يعني ابحث بشكل يعني مكثف، مو شويه يعني كثير، واسجل. ما شاء الله. واسجل كل شيء. انتوا لو تلاحظوا كل القاده اللي نستفيد يعني نستضيفهم بفضل الله، تواصلت معنا الاخت فاتحه من المغرب، فقاعد ادلها على مقاطع، قالها يا ابوي انا خلص كل مقاطعكم، يعني قبل ما اتعرف علي وقبل ما اتواصل. فالتعلم هو فعلا طريق النجاح، اللي ما يتعلم ما بيتحمس لشيء. نحييكي ونحييكم كلنا. الله يحفظك. وبعدين الاستاذه ما قالت متى تروحين السجن؟ قلت لها لحظه استني شوي، الموضوع يبغى له تريث، يعني ابى ادخل بدخل بقوه، ما راح ادخل كذا عشوائي. فقبل ما يخلص شهر 11 عام 2016 سجلت بنتي. انا اول شيء سجلت بنتي، كان في محاضر الاستاذ منصور صراحه احييه. جت معكم عبد العزيز؟ لا ما جت. جاء عبد العزيز بس بنتي ما جت. ما شاء الله. رحت المحاضره، اهم شيء المحاضره، رحت المحاضره الاستاذ منصور وسجلت بنتي ايمان. عبالي نفس اللي تعرف شركات في بعضهم خطتهم التسويقي غير واضحه، ما يبينون كل شيء النقاط، تلتغي بعض الشركات بعد شهر شهرين وتلغيها، او شهريا وتلغي النقاط. انا عجبني في ذاك شركه ديكسن النقاط تراكميه مدى الحياه ودخلي ورث يعني مهما مهما اشتري مهما اكون ما يضيع شيء. هذا اللي عجبني ويعني تمسكت فيها. ما شاء الله. سجلت بنتي ايمان تاريخ 24/11. بعدها بيومين سجلت انا على طول ورا ايمان. ما شاء الله. فكان بس اسبوع شهر 11 كان استلمت انا بونصي، كان 37 درهم صراحه. يعني لو تشوف السعاده اللي انا فرحت في 37 هاي درهم، شيء يعني غريب. 37 كنت مبسوطه يعني. ليش فرحتي فيها؟ ما ادري، لان اسبوع حصلت 37 يعني مو معقول. انا رحت قلت لهم نصابين. لا وزعلته. بس واحد رجع لي واحد اردني، الاخ نسيم الله يذكره بالخير، رجع لي هذه قال لي يا اخي خلي عينك فوق الله يحفظك، حببناك في. رجعني ولا زعلان؟ لاني كنت افكر من اول شهر مليونير. لا طيب. وبعدين استخدمت الاسبرلين، كان اول منتج انا استخدمه، وكان عندي شوي نقص فيتامين د، لكن مسويه رجيم كنت، فكان مؤثر علي. فلما من اول اسبوع استخدمت الاسبرلين حسيت فرق شاسع، يعني رجعت الصحه، رجع النشاط، يعني رجعت نفسي الحمد لله. فخلاص هو هذا اصلا. انا تاجره ابي ما شاء الله. اهم شيء عندي الجوده في المنتجات، اكون صادقه مع زبائني. عشان كذا اذا كلام ابو احمد دور على تجار اختصر لك الزمن، اما ناس عاد يستحي من التجار عاد يعتبرها عيب، هذا عاد ايوه. ودخلت خلاص يعني كل منتج اجربه اكلم الزبونات، زبونتي خلاص ياخذون على ثقتهم فيني انا. فعشان كذا انا كلهم بالصدق على المنتج وفوائده، يعني هم خلاص انا اقول لهم هذا خلاص هو هذا صح، ما يرجعون وراي. فصرت حددت اهدافي، قلت ان شاء الله خلال شهر بوصل نجم. كنت اطالع بالامل قبل ما وصلت قبلي يعني بسبب 24 يوم، قلت ليش توصلي 24 يوم؟ يعني كنت مره متحمسه ليش هي توصل 24 يوم، وصلت وراها بشهر. ما شاء الله. هي وصلت اظن بالامل 3 شهور او اقل، وانا وصلت 3 شهور يا قوتي. ما شاء الله. انا حددت سنه اوصل ماسي، بس وصلت في 7 شهور. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. نحيي نحيي اخونا عبد العزيز. هذا التحدي الصح. بس انا ليش حطيت سقف سنه؟ عشان لا احبط، لو حطيت 6 شهور ما وصلت يجيني احباط، فانا خليت السقف عالي شويه عشان عندي مجال. ما شاء الله. ما شاء الله. ممتاز. وغير كذا الحول كان اقول تجار استغل الفرصه. كان بعد الحافز الاكبر في ملتقى في جبل حديد، ملتقى الاعضاء في جبل حديد، حضرت انا لسه ما كنت نجم. رحت جبل حفيت وراح عبد العزيز معايا وزوجي بنتي، كنا حضرنا، كان الرسوم 200 ودفعنا كام؟ 50 اظن 150 على الوقت.
ايوه دخلنا وحضرنا وكان حاب اكيد القائد منصور معاكم؟ لا منصور ما جاء، كان مهاب الحاسي موجود والله يرحمه عبد الله اليعقوبي موجود الله يرحمه. فان يعني طالعت محاضرات وقلت هم وصلوا ما حد احسن من حد، انا بوصل. يا سلام أيوه. if you can I can لازم صح يعني زي ما دربونا لما تحضر انت محاضرات طاقه ايجابيه غير عن اليوتيوب غير عن اللي ما اشوف مشاهده. صحيح صح. ودائما كنت احضر محاضرات اعضائي اي عضو يبى يحضر يبى يسجل اقول لهم تعالوا الشركه، والله ما قصر استاذ منصور يعني ازعجنا في كل شوي نكلمه بالواتساب نبى محاضره نطلب يجي يعني يسوي لنا محاضره مخصوص. عبد العزيز ولدي الله يحفظه ان شاء الله، يلا عبد العزيز اليوم ودي الاعضائي. يا سلام دائما يودي اعضائي اسره متكامله ما شاء الله. اقرب مشوار للفرع انا افكر انس وصالح ابنائي يعني قدموا انشطه الناس طلعوا في ناس انشطه. استاذ جمال اقرب فرع 70 كيلو اقرب فرع لي انا 70 كيلو. يا سلام ما انا كنت اريد اتكلم هذه مسجلينها. اي 70 كيلو يعني 100 كيلو للشارقه. اي بس انا اقرب و 70 كيلو للعجمان. عجمان اي اقرب لي 70 كيلو. شوف المسافه كيف للطموحين وبسيطه ان شاء الله. غير كذا الشارقه مواقفها بفلوس يعني نحط فلوس ونوقف السياره عشان نحضر المحاضرات ونخلص كل شيء يعني ما اللي يبغى الشيء يعني لا تحسب اني راح ادفع كذا واسوي كذا خلاص خلها على الله والله يعني ربك هو اللي يرزق صاحب الهمه ما تنقص الحيل يعني خلص هو يعني اذا عندك اعضاء اشجعهم يحضروا المحاضره صراحه يعني المحاضرات في المكتب غير تعطيك طاقه ايجابيه. انا عندي عضو اسمه ام عمر كانت جارتي ما مقتنعه يعني هي اخذت المنتجات كتجربه لصحتها اخذتهم خلتهم اشترتهم ما استخدمتهم قلت لها خلاص تعالي معي لسه ما سجلت عضو تعالي معايا الشركة بس احضري يوم حضرت محاضرة الأستاذ منصور اقتنعت بالمنتجات. يا سلام. مرة ثانية أخذتها معايا محاضرة الأستاذ محمود المصري أول كان هدفها الصحة الحين صار هدفها الصحة والمال واليوم صارت نجم وكيل نجم. ما شاء الله ما شاء الله. إيش اسمه؟ أم عمر فاطمة. إذن المرة الجاية وفريقك وفريق أختنا ديمان نرتب مع بعض. الله يسلمك. ورتب لكم الشيء كمان إن شاء الله بإذن الله تأجلها. وكمان أحيي أم وحيد بعد عندي واحد اسمه أم وحيد. أذكرهم كلهم فريقك منهم أسمائهم؟ أم وحيد ما شاء الله عليها. جت معايا مرة عن المحاضرة وكانوا أهلها رافضين وهي أصرت هي ما شاء الله كبيرة بس واشترت المنتجات واستخدمتها وما شاء الله تبارك الله حست فرق بصحتها كثير كان عندها هي عندها 4 دعامات في القلب. وعندها شو اسمه يعني مريضة وتقول عندها ضغط وعندها سكر تراكم يعني ما شاء الله تبارك الله تقول يعني استخدمت المنتجات من 20 سنة ما نامت هذه أول مرة تنام فيها مضبوط من 20 سنة. يا الله ما شاء الله تبارك الله هي النشيطة وإن شاء الله الشهر الجاي راح تصير وكيل نجم بإذن الله. تصل من 20 سنة ما نامت بهدوء وراحة. ما نامت هي مرتاحة كلها تعبانة. أيوة مش إنها ما نامت نهائيا. تنام هي ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. يعني وايد عاد ان شاء الله يوصل واول ما بديت انا قاعده مدخل الامور في بعض ما هي لا تمام ممتاز انا سجلت في البدايه والله ايش استفدتوا انت صحيا يا ام عبد العزيز؟ الحمد لله بس اصبرني عشان الرجيم اللي سويته هذا اكبر غلط نسوي رجيم المفروض اكلنا صحي والمشي والرياضه بس بلا رجيم بلا خرابي صراحه الرجيم اكذوبه يعني عشان يبيعون لا والرجيم بعضهم يسوي رجيم خاطئ يقوم يحرم نفسه الاكل والشرب والمواد الغذائيه وتلقاه شكله كانه طالع من المقبره ما هو جسمك يحتاج مواد يوميا صحيح. قالت رخص ديما الاهل يرجعون انا بالعكس انا اول داعم لي هم اهلي اول ما نسجل في ام يزن الله يحفظها واخويا ابو جابر الله يحفظه وابو عبد العزيز كمان سجل ما شاء الله. عبد العزيز كنت مسجل 4 ابو عبد العزيز كيف؟ لا نجم نجم ونشيط وكذا لا ما شاء الله عليك انت ما شاء الله ما شاء الله عليكم نحيي ابو عبد العزيز نشوف ان شاء الله. ابو عبد العزيز استخدم المنتجات في البدايه قال انا ماني مصدق بس بجرب استهلكهم ولاحظ فرق شاسع في الصحه اللهم لك الحمد يعني وكل مره هو يذكر لي اشياء انا كان فيني كذا وتحسنت قلت له انا طالع فيه مستغرب يعني هو ما يشتكي فهو كان يقول لي انا مثلا ايدي ما كنت اقدر ارفعها يقول ما كنت اقدر ارفعها بعدين قال صرت اقدر ارفعها وكانت عنده ركبته شويه وتحسنت. ايش كان عند في يده؟ لا يعني تعور يعني وجب الماء في العظام يقول لما يدخل البرد مفاصلي تعورني يقول الحين ابدا ما احس الم المفاصل. اللهم لك الحمد لله ما شاء الله يعني اول ما كان يتكلم بس يعني هذه نتيجه المنتجات ما شاء هذه التجاره صحيحه انك تنفع الناس تنفع اهلك مش تبيع لي دخان وتبيع لي شيشه وتقول لي تاجر تاجر على اساس انك تمرض الناس وتحصل فلوس. المنتجات علمته يتكلم كمان. يا سلام. ما كان يتكلم لا ما كان يشتكي عن حالته يعني ما يشتكي ما يقول انا مريض كذا ما يتكلم ساكت وعنده السكر كمان ابو عبد العزيز لما يستخدم الريشي والقهوه السوداء ما شاء الله يعني نزل ينزل السكر ما شاء الله تبارك الله. صحيح. عندي اختي ام فيصل ما شاء الله تبارك الله خط مباشر ورايا من السعوديه اختي فيصل حيها ما شاء الله تبارك الله طموحه نفس طموحي في الرياض. لا نوره اختي نوره ما شاء الله تبارك الله يعني في الرياض ولا وين؟ لا في الطائف. في الطائف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله وتحتها اعضاء سجلوا تحتها هم اشتروا منتجات على اساس واحده فيهم او من فريقها مصابه بالتصلب واللويح وانا صراحه اول مره اسمع بهالمرض من يوم دخلت اكسن ما عمري سمعت عن هالمرض
مرض ايش؟ التصلب اللويحي. اه سبحان الله، كان مشهور ابو احمد هناك في السعودي كثير التصلب اللويحي. شو التصلب اللويحي؟ تشنج في الاعصاب، تشنج في الاعصاب بشكل عام وكذا. كثير استفادوا، كل ما يجيبوا قصصهم اشوفهم في الواتساب انا مش داري اتصل له في السعودي منتشر هذا، ما ادري قد يكون له علاقه في اكل معينه وكذا. سبحان الله. من ضمن اعضاء اختي ام فيصل واحده استخدمت المنتجات كتجربه لها، يعني واحده من صديقاتها مريضه، لما سبحان الله استفادت وشافت المنتجات هي قالت انا قطعت عهد على نفسي لازم الكل يعرف الخير. وما شاء الله تبارك الله. كم وصلت صوتك انت شكلك الحماس؟ طبعا ابو نعمان قالها كنكته، المنتجات خلت الناس يتكلموا، خلت الناس يصيروا قاده. الان كثير من الناس انا استضيفهم لو ما تسكتوا ما بيتكلم، لان عنده ما بيسكت، يعني اذا قعد يتكلم عنده فوائد ايش توصلها للناس، ليل نهار يتكلم ايش يسجل. فلكن ما عندك هدف، ما عندك فائده، ما عندك معلومه، يلا قوم واحد كلمه قام يرتعش. فهم هذا. طيب كم شيكك الان وصل اختي؟ اعلى شيك 3390. 3290 هذا اعلى شيك. اذا انت من المتوسط. شوف انا قلت لكم الماسين خلاص، حتى احد الاخوه انا وصلت هنا اول ما وصلت من ماليزيا تعرفت على اخ هندي دكتور يعني، فقول له انت ايش رتبتك؟ يقول لي دي دي دبل دايموند، يعني عنده سته تربل دايموند، سته ماسيين، سته ماسيين تربل دايموند. فانا اقول له انت شيكك الشهري بين 20,000 و30,000. يقول لي يعني عندك جن ولا ايش؟ قلت له انا خلاص انا اتابع. فهو المتوسط كذا، لكن في بعضهم يتجاوزوا وفي بعضهم الله يعطيكم العافيه. طيب ارجع كان ليش سجلتي بنتك قبلك؟ ايوه سجلت ايمان قبلي، يعني الفكرة نفسها كانت الأولى بتأكد، لأن هذه كانت فيها إرهاق يعني تسدد النقاط. سجلت إيمان قبل ما أدخل المحاضرة وأشوف محاضرة الأستاذ منصور. أنا صح شفت يوتيوب، لكن الأستاذ منصور وضح كل شيء، يعني في عندي كانت نقاط مبهمة فهمت وواضح الفكرة صارت واضحة. أنا بعد إيمان على طول بيومين سجلت، يعني إيمان 24/11 أنا 26/11 فسجلت فيها. طيب إيش تعليقاتك على الكلام هذا كله؟ تريد تختمي الختام أي شيء تقولي؟ ما شاء الله تبارك الله، يعني طاقة إيجابية، يعني طاقة إيجابية في المكاتب العادية فما بالك بالمكتب الرئيسي يعني والقادة ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني ما كنت أتوقع أني أنا أجي وأشوف الأستاذ جمال والأستاذ كمال، يعني ما شاء الله أكثر شيء أشوف فيه الخطة التسويقية تمام أستاذ كمال، والتحفيز والطريقة البسيطة اللغة ما يعني المفهومة من الأستاذ جمال، وكلكم الله يبارك فيكم. أنا مرة كتبت يعني لماذا نسدد 100 نقطة؟ أيوة. فهمتهم أن 100 نقطة هي دليل إثبات منك للشركة أنك مداوم عشان تستحق العمولة، لأن في ناس تقول لك ليش أنا أسدد 100 نقطة؟ ليش يجبروني أسدد عشان أستحق؟ فقلت أنت شلون تثبت للشركة أنك مداوم؟ فسدد 100 نقطة يعني أنك داوم تستحق العمولة مثل الموظف. أنت قرأت البوست، تعلقت عليه في البوست فكنت يعني مبسوطك يعني إيجابية 180 درجة أنك ترديت عليه وعلقت على البوست وعلى التعليق هذا. ليش الحين ما اعلق على الجروبات؟ لان اقوم اعلق اشجع اخوه معينين. طيب ونمت جو اخرين هم مش عارفين قد انا نمت، يقوم يعلق فيه يزعل مني على الخاص ليش فلان، لانه يمكن خط مباشر معك قاعد تشجعه. انا ما يا اخي انا هلا ذاك الساعه كنت فاضي كويس تذكرني كل شوي، احنا كلنا نتعامل مع طيب. الله يكرمك يا ام عبد العزيز. الناس لا يشكر الله، الشكر اول شيء لله سبحانه وتعالى ثم الاستاذه امل بمطرف الله يبارك لها هي، واحنا منتظرين امل ولا قايد منصور الكل ان شاء الله على شركه اكس ان ووصلنا. والشكر بعد الاستاذ منصور والله صراحه ما يبخل علينا لا بوقت ولا بمعلومه ولا بجهد ابدا. والاستاذ ابو عبد العزيز صراحه ابو عبد العزيز هو اللي يقول لي روحي سوي اجتمع فيها، روحي سوي الدورات، هو اللي قاعد يقول لي روحي روحي، يعني من كثر ما يقول لي طفشني كل شوي يقول روحي روحي سوي اجتمعي فيها. ام عبد العزيز انا اريدكم انت واختي ديما وكل الاخوه واخي كريم يعملوا خطه ابو هاني. قائدنا ابو هاني المهندس محمود المصري عمل لقاء 50 قائد جمعهم من العالم من فريقه، فالناس منتظرين في كل مسؤول التدريب العربي هذه المسميات، يعني احنا كترتيب مرتبين الامور. لكن الان الشيخ كمال عندكم الاخ عمر الفاروق تقدر انت ترتب فريق جاهز لك 50-60 وتعمله رحلات تنظمها كلهم، هذا ابو عبد العزيز والالف. انا اريد كل واحد هي شركته، المكتب مكتب. انا قبل شوي ابو نعمان يقول لي ايش قاعدين تامر وانت وعمر هناك قاعدين نشاور هناك انا وعمر، قلت انا قاعد اقول لكم تستفيدوا من استفيد من الاخطاء السابقه اللي سويتها. قالوا كيف؟ قلت انا كنت اسوي المحاضرات كلها في الامارات، لما رحت من الامارات توقفت الانشطه في الامارات. في العين كان الاخ حمزه ومنذر كنا احنا خلاص استمرت، لكن الباقي كنت انا نشيط واللي رايح وقدم استقالتي متفرغ. فاحنا نريد هنا لو غبت انا لو غاب الشيخ كمال فيها البديل اللي يدير اللقاءات اللي كذا. فانا اريد انتم تعملوا الشركه شركتكم، تخططي المره الجايه 50 شخص من فريق واحنا نرتب ديما 50 شخص اي أيوة. وابو عبد العزيز اول الناس وابو عمر ان شاء الله. صراحه والله جزاه الله خير ابو عبد العزيز، يعني لو هو ما كان جيت انا وابو الله يكرمه نتعرف عليه ان شاء الله.
وأشكر على أخواتي اللي في الأعضاء، أم ناصر، أم وحيد، أم فيصل، أم عمر، أم يزيد القرشي، أم جاسم، أم يزن، وأخت أم يزيد. أم يزن فريقك؟ أم يزن أختي، لا أختي اسمها أم يزن فاطمة اللي جت استضفناها؟ لا واحدة أخرى. ما شاء الله ونايل، بس فضل ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يحفظك ويحفظهم ويسرنا لكم كل خير ويبارك فيكم. جزاكم الله خير. احنا نقاطع عليكم انتم اللي بيخسكروا الكنتر يعني. شكرا.